مركز باك شمال، ومحتاجين فيرويد تاني يعني يكون ممتاز وفيت يقدر يساعد النادي الأهلي، لأن احنا عندنا مهاجم واحد بس، فمحتاجين مهاجم تاني يكون قوي وفيت. بالنسبة للهجوم عايزين مصطفى زيكو وعبد الرحمن الأبنوبي، على اعتبار ان هم فعلا لعيبة اثبتوا وجودهم في الدوري. اللي في احتياج شديد جدا لرايت وينج ومهاجم يعني فيرود. اتمنى عبد الرحمن بنوب، بتمنى مصطفى زكريا يكون تبع النادي الاهلي. صراحه احنا عايزين التلت الهجومي، يعني عايزين يبقى في مهاجم مع كابتن وسام، الوينج يمين وينج شمال، يبقى حد اجريسيف اكتر كده على الجون، الجانب المهاري. احنا طبعا كجماهير الاهلي بنحب نحب نكسب ونحب نستمتع. محتاجين كده كده، احنا محتاجين فيرود واحد او اتنين كمان، ومحتاجين وينج لان النادي الاهلي عنده بطولات كتير جدا، فمحتاج دايما لعيبه مش واحد ولا اتنين، احنا محتاجين اتنين تلاته دايما في كل مركز. احنا محتاجين فورورد مهاجم، وسام طبعا لعيب جامد جدا وكويس جدا، ومعاه كابتن كهربا برضو، لكن انا شايف ان ده مش كفايه. احنا عندنا بطولات كتيره جدا جدا بنلعب بيها، العنف الشديد اللي بيتلعب بيه علينا من الفرق الثانيه لا يخلينا محتاجين مهاجم تاني، محتاجين جناح شمال. احنا عاوزين راس حربه تاني عشان ما يكونش الضغط عليه عالي. طبعا افرض اتصاب، افرض عنده يعني تحمل كتير، افرض عنده اصابه، عنده اي حاجه، لازم يكون فيرويد تاني. عاوزين مثلا سيرد باك كويس كمان، عاوزين مثلا هاف مكان زي الاصابه بتاعت علي معلول. طبعا عاوزين واحد زي مكان علي معلول يبقى كويس جدا. نفسنا طبعا على طول دائما لجنه التخطيط تبقى في يعني تبقى جاهزه للي جاي، مش ان احنا نستنى نبقى محطوطين في الموقف ده، ان احنا نبقى مزنوقين وعمالين بندور على لاعب باسرع وقت. احنا بنطلب منهم سرعه الاداء، بمعنى ان ما يفكرش في الموسم ده، يا ريت، واكيد هم بيعملوا كده، يفكروا في الموسم الجاي، احتياجاتنا ايه الموسم الجاي، يشتغلوا عليها. الحاجه اللي باكد عليها برضو كانت تميز النادي الاهلي جدا السريه التامه. احنا حاسين ان ناس كتير قوي بتتكلم مين جاي مين مش جاي، فابتدي الجماهير في الشارع اللي انا واحد منهم نتعلق بحاجات كتيره جدا وممكن ما يكونش ليها اي اساس من الصح. السرعه، يعني احنا عايزين، يعني لما احنا دايما بنسمع عن بقى كتير وفي الاخر ما بنلاقيش حاجه، فاحنا عايزين بقى يبقى العكس، احنا مش عايزين نسمع عن بقى كتير، عايزين نلاقي اللعيبه على طول.